يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده مره ثانيه لعشر الصحف الاهلي واولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. والحقيقه في بطوله مهمه جدا بيشارك فيها الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي، بطوله طبعا كاس الكؤوس الافريقيه اللي بتقام حاليا في مدينه مكناس المغربيه. الاهلي بالامس حقق فوز مهم جدا زي ما قلنا لكم في مقدمه حلقه النهارده، فاز على حساب فريق سوكوتو ريما النيجيري. طبعا اكيد حابين نتكلم عن مباراه الامس وعن المباريات القادمه وبشكل عام عن المشاركه دي في هذه البطوله مع كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد اللي منورنا. صباح الفل عليك. صباح الفل يا اهلا بيك. صباح الخير، واحنا يعني بنسعد حقيقي يا كابتن وانت معانا، كنت معانا برده من فتره مش طويله، لكن الاحداث مهمه دلوقتي وزي ما احنا بنتكلم يعني بطوله كبيره. وبدايه خلينا نعرف كده، شايف ازاي المجموعه بتاعه الاهلي؟ والله في توليفه كابتن طارق عاملها، توليفه شباب مع خبره، شايف ان توليفه كويسه جدا وان شاء الله هتبقى مستقبل نادي الاهلي كويس. المجموعه اللي موجوده عندهم كم خبرات، لعيبه الكبار اللي في المنتخب اللي موجودين في الفريق بقالهم فتره، بلس العناصر الشباب اللي لسه طالعين من الشباب للدرجه الاولى. لا انا اللي هم كفء حقيقي يعني نقدر طبعًا نقول طبعًا. لا عندهم مهارات يعني كانهم اوريدي لعبوا قبل كده مع فريق اول فعلا، يعني هم اوريدي كانوا من السنه اللي فاتت واللي قبلها كانوا بيشاركوا فترات قليله مع الفريق الاول، وفي مجموعه منهم كانت مع المنتخب. فانا شايف لا ان هم بصراحه مجموعه كفء جدا. صحيح. الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى ليهم شان كبير يعني. جميل. طيب المنافسين في نفس المجموعه اخبارهم ايه؟ القرعه يعني حطتنا مع الفرق اللي ذكرناها حتى في مقدمه حلقه النهارده، شايف المجموعه دي قويه؟ المنافسه فيها هتكون قويه ولا مقدور عليها الى حد ما انتظارا بقى للتصعيد وبلوغ المرحله التاليه؟ والله هي الفكره كلها طبعا اللي هي الفرق الافريقيه، احنا معانا فاب الكاميروني سوكوتو، معانا ريد ستار. ريد ستار فاب الكاميروني من الفرق الرخمه في الهاندبول عندنا احنا زي ما بنقول، بيفضلوا بيعفروا معاك طول المباراه، ودايما احنا الفرق الافريقيه بالذات لازم من بدايه المباراه تقدر انت ترسم شكل المباراه عامل ازاي علشان تعرف توديه في انهي اتجاه وتقدر تلعب بطريقه لعبك، لكن لو سبت المباراه واحده واحده تمشي معاك هيبقى الموضوع صعب. بس هما طبعا فرقتين محترمين جدا عندهم هاندبول، بالذات فريق فاب الكاميروني فرقه قويه، فرقه يعني انا من رايي من كتر ما انا كنت بلعب معاهم في البطولات الافريقيه هم دايما كانوا بيبقوا معانا واعين معانا في المجموعه، فانا شايف ان هم لا هم فرقه رخمه، بس يعني النادي الاهلي والفريق اللي موجود يقدر يسيطر على المباراه زي ما بيحصل كل مره، وكابتن طارق اكيد هيدرس المباراه اذا كانت فاب الكاميروني او ريد ستار. احنا الحمد لله سكوتو كسبنا امبارح المباراه، فاضل لنا مباراة بكرة مع ريد ستار، بعد كده فاب الكاميروني، فإن شاء الله يبقى في مكسب ويبقى الموضوع يعني في أريحية للدور الثاني إن شاء الله. يا أبو سهل. كابتن عبد الوارث خليني أتكلم معاك في نقاط وترد عليا بصراحة جدا، لو كلمنا عن مبدئياً الدعم الإداري، تمام؟ تاني حاجة الدعم الإعلامي. يعني شايف النقطتين دول نقطتين مهمين جدا، هل هم كافيين وبيقدموا بشكل يعني مرضي الى حد كبير ولا برضو مازال في افضل ممكن يقدم علشان نقدر نقول ان احنا برضو بندعم بشكل قوي الفريق وفي نفس الوقت عايزين نحصل على بقى المقابل اللي هو البطوله، فبيأثر بشكل كبير؟ طبعا اكيد، بس انا شايف ان النادي الاهلي تقريبا يعني باللي انا شايفه باللي انا حاضره جوه النادي، لا هو بصراحه اذا كان دعم اداري او دعم اعلامي موجود تماما. بس احنا شفنا كابتن محمود الخطيب كمان بالزبط. يعني طبعا دعم دائم ليه دايما، وكل اعضاء مجلس الاداره على طول كانوا متواجدين مع الفريق. صحيح. في فتره الاعداد اللي هم قبل ما يسافروا على طول. انا شايف ان هم لا ما فيش تاثير طبعا، بس احنا دايما بطبيعتنا طماعين شويه. أيوة. احنا عايزين الاكتر. صح. فلو في اكتر طبعا دي حاجه هتفيد المجموعه وهتفيد المنظومه، ده انا مليون في الميه اكيد يعني، خصوصا ان احنا عندنا كل الجوانب. يعني خلاص انت دلوقتي ما فيش حاجه عندك فيها نقصان تقدر تعول عليها مثلا خساره ما، او تقول اصل انا ما كانش عندي مثلا الدعم اللي في الجهه الفلانيه. فهو ده اللي انا بتكلم فيه، ده كان الغرض من السؤال، ان انا عايز اخش العب وخلاص انا ما عنديش اي شيء فيه تقصير على اساس ان انا لو خسرت هيبقى انا بقى اللي ما لعبتش كويس او قصرت كويس. والله هي في نقطة أنا بحب أتكلم فيها، إن هو دايما حتى لو الدعم مش بالدعم المطلوب، بس أنا عايز إيه، أنا هدفي إيه في الأول وفي الآخر، أنا هتعب ربنا هيكرمني هقدر أوصل للي أنا عايزه، حتى لو الإمكانيات عندي قليلة وكان بيحصل قبل كده
في فترات كان عندنا الامكانيات قليله، بس احنا ده يعني بيحصل على مستوى المنتخبات بالظبط، على المنتخبات، على الانديه، على كل الرياضه. بس انا عايز ايه؟ دي الاهم بالنسبه لي. انا عايز، انا رايح عشان اوصل لهدف، حتى لو الامكانيات اللي معايا محدوده، بس انا هشتغل عليها، هتعب عشان ربنا يكرمني، وفي الاخر اكيد ربنا هيكرمني بالتعب والجهد اللي انا تعبته، فاكيد ان شاء الله ربنا هينجحني فيها. نامل ده باذن الله. جميل. واضح من كلامك ان انت حاسس بشيء من اللي يعني الارتياحيه في فكره ان دور المجموعات ان شاء الله ربنا يصلح الحال ويمشي الحال. لكن بشكل عام بقى في البطوله بشكلها الواسع، حضرتك شايف ان مين ابرز المنافسين على لقب هذه البطوله؟ والله هو الأبرز المنافسين النادي الأهلي. أنا مش شايف إن في فريق أقوى من فريق النادي الأهلي. النقطة مهمة جدا. المرحلة اللي بعد كده على بعد مرحلة المجموعات. بعد مرحلة المجموعات أنا شايف إن مفيش يعني دايما في فرقة من الجزائر موجودة. فرقة المغرب اعتذرت حتى في كأس السوبر، فرقة اعتذرت. كان النجم الساحلي، المفروض ان هو كان نجم الساحلي والزمالك كان يلعبوا اللي هو السوبر افريقي، فاعتذروا، فالمفروض النادي الاهلي هو اللي دخل كتاني يعني هو المركز الثاني هو اللي بيخش، فالمفروض المقابله هتبقى ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ودي اتاجلت، المفروض كانت تتلعب قبل البطوله ودي اتاجلت، لسه ما تحددتش امتى هتتلعب، وبنسبه كبيره ممكن تبقى موجوده في مصر. فانا شايف لا، ان هو النادي الاهلي يعني عن جداره، وان هو هيوصل ان شاء الله ان هو يرجع بالكاس ويفرحنا كلنا. ومش شايف ان حتى المنافسين اللي موجودين، لا هو نادي الاهلي اعلى منهم بكتير يعني. يعني نقدر نقول احنا لو قارنا مثلا الموسم ده باللي قبليه، ايه اللي اختلف؟ ايه الاستعدادات اللي انت شايفها برضو كابتن عبد الوارث مختلفه، او احنا افضل فيها، او كان مواسم قبل كده افضل فيها؟ خلينا نقارن بقى. لا، هي الفكره كلها ان هو كان هو لسه الموسم اللي احنا الحالي لسه ما بداش، احنا لسه ما بدأناش فيه ماتشات، هو كان حصل تأجيل فيه. احنا بنستعد. بالظبط، هو ده استعداد ليه. احنا المفروض ان هو كان هيبدأ وحصل تأجيل فيه عشان بطولة افريقيا. فانا شايف ان المجموعة او كابتن طارق عمل التوليفة السنة دي، وفي الدعم اللي كان موجود اللي يعني اللي جه السنة دي هيفيد الفريق. السنة اللي فاتت كان الفريق شبه كان فيه نواقص خفيفة، كانت حصل دروبات اصابات، فهو ده اللي أثر. شايف ان لا، ان النادي الاهلي الفتره الجايه عناصر الشباب اللي موجوده هتبدا تغير شكل النادي الاهلي وتغير شكل الهاندبول جوه النادي الاهلي. لا، شايف ان هو لا، ان شاء الله الدنيا يعني الخطوات عماله بتطلع لفوق، احنا ما بننزلش لتحت، فالخطوات عماله شغالين المجموعه كلها، اذا كان اعضاء مجلس اداره، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، انا شايف ان هم لا شغالين في الطريق الصح وفي الخطوات الصح. الحقيقه الكام سنه اللي فاتوا يعني في طفره ملحوظه وملموسه، وخصوصا اعلاميا فيما يتعلق بمساله القاء الضوء على كره اليد، نتيجه طبعا الانجازات اللي مصر عموما حققتها في هذا الاطار. فالى اي درجه انت متفق مع الكلام ده؟ هل الاوضاع حاليا احسن فيما يتعلق بالرعايه، فيما يتعلق بالمتابعه، نجومية اللعيبة؟ هل دلوقتي الوضع اختلف شوية عن زمان؟ كان زمان إلى حد ما كرة اليد شأنها زي معظم الرياضات كلها مهضوم حقها لصالح كرة القدم، هل الوضع ده اتغير مؤخرا؟ هو الوضع اتغير 360 درجة من وجهة نظري. لما يعني أنا لما كنت موجود لسه وأنا بلعب كان الضوء علينا ما كانش قوي زي دلوقتي. دلوقتي بقى الموضوع يعني الاعلام بقى دلوقتي الهاندبول بقت لعبه زي كره القدم بالظبط، ما بقاش في فرق كبير طبعا مع طبعا كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. انا دلوقتي لا، الناس دلوقتي بقى حتى الناس في الشارع بقت شايفه لعيبه الهاندبول، بقت حافظه لعيبه الهاندبول، بقت بتتكلم على الهاندبول. حتى دلوقتي موجودين في كل الانديه، القطاع الناشئين كله بدا يزيد، العدد بتاعه بدا يزيد، ان اولياء الامور حتى دلوقتي بدات تتجه للعبه الهاندبول. اللعبه انتشرت وبقت اكثر شعبيه. فجوه النادي الاهلي موجودين، بقت الاعداد لا كل سنه الموضوع بيبدا، احنا شايفين لا في زياده، وزياده ملحوظه كبيره جدا. يعني العدد الاول كان ممكن يبقى 50، دلوقتي ممكن يبقى 80 90. فالعدد كل سنه لا بيزيد وبطريقه غير طبيعيه. فانا شايف لا، ان هو الاعلام يعني الحمد لله دلوقتي بقى ليه دور كبير جدا، ان هو بدا يظهر اللعيبه. اللعيبه بدات دلوقتي تحس بنفسها، احنا بنتعب، تعبنا ده لا باين. طب وعلى صعيد الرعايه؟ على صعيد الرعايه لا، في كتير اختلفت برضه. طبعا اختلفت كتير، وفي دلوقتي رعاه دلوقتي بتبدا تتجه للقصه الهاندبول. لعيبه كتيره بقى دلوقتي في سبونسر كتير ليهم بقى، لا الشكل مختلف تماما. هي.
طب احنا عندنا مباراه بكره مهمه جدا مع ريد ستار برضو، كلمنا كده وجهه نظرك وتوقعاتك هتبقى ايه؟ يعني برضو فريق مش ضعيف يعني. لا هي انا زي ما قلت في البدايه، الفرق الافريقيه لازم تعرف هي لما نيجي نلعبها، وبالذات في الهاندبول غير كره القدم يعني. الهاندبول لازم انت امكانياتك لغايه هنا ما تعديهاش، ما يعني انا مش هفتح لك الباب عشان تبدا الموضوع يبقى فيه منافسه. وهم حلو التحليل ده جدا. لا بالظبط يعني، لا احنا كلعبه هاندبول هي بتختلف شويه عندنا في يعني غير كره القدم. فاحنا دايما لازم يبقى فيه كنترول من يعني، او بدايه المباراه لازم يبقى فيه كنترول. انا اعمل حسابك انت المباراه يعني، انت يعني في تحجيم، انت بتحجم المنافس، لكن لو اديته الفرصه ان هو يبدا يشوف لا انا اقدر انافس معاك، او انت لعبت برعونه اللي انت عايز تخلص الماتش براحه، لا ولا الحكام هتسمح بالكلام ده، ولا اللعيبه اللي قدامك هتسمح بالكلام ده، عشان هم عندهم قوه غير طبيعيه بدنيه، قوه بدنيه غير طبيعيه تاني. فمهما عملت مش هتعرف تجاريهم. فاحنا احنا كان بول بتلعب عليهم بذكاء شويه. احنا الجيم مفتوح معانا، احنا اللي بنحرك زي ما بنقول كده، احنا زي الشطرنج كده، احنا اللي بنحرك المباراه ازاي ده يروح هنا وده يروح هنا، ازاي نكسب كده ازاي نكسب كده، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه ضغط علينا في المباراه. بس هل الفرق الافريقيه في كره اليد بنفس قوه الفرق الافريقيه في كره القدم؟ هي ممكن يعني تكاد تكون اقوى كمان عشان احنا عندنا اللعبه بتاعتنا احتكاكها اعلى. ايوه صح. فهي الفكره كلها ان هم الفرق الافريقيه هي دي طبيعه فيهم، ان هم لا هم اقوياء، حتى لو ما كانش جسمه كبير لا هو قوي ناشف. فهي دي الفرق، احنا عندنا لعبتنا الاحتكاك عالي جدا، فاحنا بنقابل مشاكل اكبر من اي لعبه ثانيه، فهي دي المشكله عندنا يعني. يعني ممكن اسالك بقى كده سؤال مقارنه شويه بالوضع الحالي والجيل الحالي وجيل كابتن محمد عبد الوارث زمان، معلش لو تقارن لي سريعا في نقاط الافضل هنا والافضل هنا، يعني ايه اللي بيميز كان الفتره بتاعتك وحاليا؟ والله انا دايما المقارنات انا بحب اقارن يعني جيل بنفس الجيل بتاعه، ما بقارنش يعني، الظروف تختلف. ما هو انا عايز الظروف، مش بس الجيل، مش بس اللعيبه، انا عايز اتكلم عن الظروف اللي كانت في وقتكم ودلوقتي. هل انتوا مثلا كنتوا جيل اكثر حظا، ولا دلوقتي الجيل الموجود هو اكثر حظا من ناحيه الرعايه الاهتمام الدعم؟ خلينا نعرف. لا لو هنتكلم بشكل طبيعي ان هو اكيد الجيل الحالي هو الاكثر حظا، عشان الرعايه موجوده، فهي دي اللي بتظهر اللعيبه اكثر، هي دي اللي بتدي المساحه ان انت اللعيب يقدر يتحرك هنا ويقدر يتحرك هنا. لكن احنا كان في الجيل بتاعنا لا، كان ما يعني يعني حتى الاعلام ما كانش قوي مع بالنسبه لينا. ان احنا ما كناش متواجدين على الساحه، الناس ما كانتش عارفانا غير اللي هم متابعين بس للهاندبول، مش اي حد. الجمهور كان محدود بالظبط يعني. لكن دلوقتي لا، الموضوع اتفتح اكتر، فانا شايف من وجهه نظري ان هم اكثر حظا، وهم بيتعبوا وبصراحه تعبوا ويستحقوا اللي هم خدوه. واحنا وبطولات كبطولات لا، هم طبعا دلوقتي الجيل الحالي هو اللي عامل طبعا الطفره في الهاندبول دلوقتي، بحكم ان الدنيا اتغيرت برضو. الابديت بطولات كمان استجدت، ما كانتش موجوده. بالظبط. وكمان حتى دلوقتي الهاندبول بقى فيه ابديت، فالدنيا بتتغير، فالموضوع بيبقى اسهل. احنا كان عندنا الموضوع اصعب عشان نوصل لحاجه، فكنا بنتعب عشان نوصل لها. لكن دلوقتي الموضوع بقى بالنسبه للهاندبول ان هو تخش تقرا، انك تخش تسافر، انك تعمل الحاجات دي كلها، بقت الموضوع اسهل. بالظبط. فبقى الموضوع الفرق ما بيننا وما بينهم لا، هم اكثر حظا، بس هم تعبوا وربنا اداهم على قد تعبهم، وهم يستحقوا التعب ده. جميل. سعيد نورتنا يا فندم والله. الله يخليك. ان شاء الله نلتقي مرات ان شاء الله باذن الله. لكن معانا كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد. هنستاذن حضراتكم في فاصل سريع ونرجع عشان نتكلم بقى في الكوره. فاصل ثم عوده. اتفضل.